صباح الخير سمر إليك ولضيفك ولكل المشاهدين. يعني رغم كل الأوضاع وكل الظروف يلي عم تحكوا فيها وكل شيء عم بيصير بالبلد من أوضاع اقتصادية ومعيشية وأمنية، إلا أنه الوضع الرياضي ومشاركة منتخب لبنان وإحراز لقب بطولة الملك عبدالله بالأردن مؤخرا من حوالي يومين كان إنجاز كتير كبير، وهيدا الشيء جعل الكل أنه يحكي عنه لأنه إنجاز مهم جدا. توقف النشاط الرياضي بلبنان بحوالي من بعد 17 تشرين، وكل النشاطات الرياضية بلبنان، كان مشاركة منتخب لبنان بحد ذاته إنجاز من أجل المشاركة، إلا أنه يحرز اللقب فهذا هو الإنجاز الأكبر. فلهذا السبب فتح له صالون الشرف اليوم بمطار رئيس الشهيد رفيق الحريري ووزيرة الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية وكل القيادات الرياضية موجودة بالمطار لاستقبال بعدسة الزميل سمير أسمر. رح نشوف وصول بعثة المنتخب اللبناني، كابتن الفريق إلي رستم يحمل الكأس الغالية الكأس الذهبية إلى جانب اللاعبين يتقدمون وباستقبالهم مدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيمة ووزيرة الشباب على رأس المستقبلين وزيرة الشباب والرياضة الوزيرة فانيه أوهانيان ورئيس اللجنة الأولمبية جو همام وقيادات رياضية موجودة لاستقبال منتخب لبنان، لاستقبال نجوم اللبنانيين، وسائل إعلامية، عدد كبير من وسائل الإعلام موجودة بالمطار لاستقبال منتخب لبنان. سنستمع إلى كلمة وزيرة الشباب والرياضة. أنا حدن ومعهم إن شاء الله قريباً إنجازات مستقبلية كمان إذا قال لنا. أول إطلالة لإلك إعلانية كانت اليوم بإنجاز كبير لكرة السلة، كيف شو فيك تساعدي معاليك بهالظروف الصعبة منتخب لبنان لكرة السلة؟ أول شيء بدي أقول لهم أنا رح أكون على الأرض معهم، رح أكون معهم على الأرض وبدي أسمعهم وبدي أشوف شو هن الصعوبات، وهذا الأساس مع الإدارة ومع الاتحادات رح نشوف الخطوات اللازمة ونكون موجودين معهم وندعمهم. يعني أكيد شو بدك بالباسكت بكرة بالمهاد نوفل؟ هلأ تياب باسكت ما بعرف بس رح أكون على الأرض على أكيد. طبعا سبق تحديدا بهذا الظرف اللي عم تمر فيه كرة السلة والرياضة بشكل عام، شو الرسالة اللي ممكن توجهها اليوم؟ الرسالة موجود الأمل، الأمل بالمستقبل، الأمل بالرياضة، والأمل اللي بيخلقه كل مواطن الشعب اللبناني، ما بحياتك تفقدوا الأمل. لا يعني في مباراتين مرتقبتين المنتخب مشواره بالتصفيات، شو بتدعي جمهور لبناني؟ يجي يساند منتخبه. وقديه رح تقدمون لهم ظروف مؤاتية للربح؟ مثل ما الظروف المؤيد مؤاتية إلنا تقدر نكمل بالمنتخب. إذن بالوقت يلي عم نشوف استقبال لاعبي منتخب لبنان الفائز ببطولة كأس الملك عبد الله، عم نشوف اللاعبين بالوقت يلي عم نشوف الكابتن إلي رستم واللاعبين طبعا موجودين بمطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري. سمر فرحة كتير كبيرة لما يحمل توقيت هذا الإنجاز، توقيته يحمل عناوين عريضة مهمة جدا. أكيد رح يكون لنا بعد شوي كلمة خاصة مع وزيرة الشباب والرياضة لنسألها بظل هالظروف الاقتصادية الصعبة، ومثل ما معروف أنه الرياضة والشباب بحاجة لميزانيات، هل وزارة الشباب والرياضة بميزانيتها القليلة وبحالة التقشف الكبيرة قادرة تستمر بتقديم المساعدات للشباب ولا الاتحادات ولا الأندية؟ بالوقت أخذ الصور التذكارية للاعبين. طبعا بالوقت إذن بانتظار اللاعبين ليتجمعوا لأخذ الصورة التذكارية رح نكون موجودين لناخد الكلمات. إذن مشاهدينا لازلنا نتابع استقبال
أبطال منتخب لبنان بمطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري. إذن بانتظار اللاعبين لأخذ الصورة التذكارية رح يكون لنا لقاء مباشرة على الهواء مع معالي وزير الشباب والرياضة. مع الوزيرة يعني اليوم في سؤال كتير مطروح، هل وزارتك تملك إمكانيات مالية لمساعدة الشباب والرياضة بلبنان؟ بس خلينا نسلم على الشباب لأن وصلوا منرجع من كبير. أكيد أكيد. إذن بانتظار التجميع يبدو أنه في لحظات مهمة لاستقبال اللاعبين يلي عم يحتفلوا كانوا، رح ناخد اللقطة التذكارية المنتظرة. إذن انتهاء الصورة التذكارية للاعبي المنتخب اللبناني إلى جانب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة. ليك ميكرو طبعا لايف نحن يلا. لكان في كلمه للوزيره اليوم نحن موجودين لنهني ونرحب ابطال منتخب لبنان لكره السله ونقول انه نحن فخورين فيهم وبالانجازات اللي عم بيقوموا فيهم. ومن هيدا المنبر بدي أهني كمان اتحاد اللبناني لكرة السلة والفريق التقني والإداري ولاعبي منتخب لبنان على الجهود اللي أثمرت بهيدي البطولة. وبدي أقول أنه نحن وزارة الشباب والرياضة وأنا شخصيا رح كون حد الاتحادات ومعهم لندعم شبابنا الرياضيين كرمال يكون عنا المزيد من الإنجازات داخل وخارج لبنان. وبدي أقول وبدي أطلب من جمهور باسكت اللبناني ب 21 و 24 شباط نكون كلنا سوا بأعداد كبيرة بنهاد نوفل نشجع أبطالنا ببطولة آسيا. معالي وزيرة كنت سألتك عن الإمكانيات اللي بتملكها وزارتك والشباب والرياضة بحاجة لإمكانيات مالية ضخمة، قديها الوزارة بالحجم الصغير يلي عم يطالبوا أيضا بحالة تقشف، قديها تقدر يساعد خاصة منتخب كرة السلة؟ نحن رح نعمل اللي قادرين عليه واكثر باكد لك. بس بتعرف وضع الراهن وضع البلد كلنا بوضع تقشف ولازم نتكاتف سوا مع الاتحادات تنشوف قديش فينا نساعد شبابنا وانا رح كون معهم قد ما في اكيد ما رح اقصر. اهلا شكرا معالي الوزيره. بس ايضا رح يكون لنا كلمه مع رئيس اللجنه الاولمبيه جو همام لناخذ رايه كرئيس للجنه الاولمبيه وعم ينحكى عن حاله التقشف، قد ايه عم تتعرض لحاله ماساويه بسماع هالاخبار؟ الكل لازم يساهم، الكل نحن بحاله استثنائيه، ما في حدا يقول انا ماني مسؤول، نحن كلنا مسؤولين عن البلد ونحن كلنا اولاد البلد، الكل لازم يساهم، نحن اليوم لازم نعمل هيئه انقاذ كلنا سوا مشان نمرق هالمرحله برعايه معاليه متفهم للوضع الرياضي وفهماني لوين جاي وشو الأرضية بتعرفها 100%. هنقعد سوا ونعمل خلية أزمة، كلنا بدنا نساهم، ما حدا في يقول أني أنا بدي حقوقي وبفرقني معي من البلد، لا كلنا بدنا نساهم، كل واحد بده يكسر من حقوقه تنقدر نوصل لمحل. أهم شيء ترجع البطولات تمشي، يرجع النشاط تمشي، ما بدنا نستقيل من دورنا.
النشاط على الأرض لازم يرجع عن جديد. شكراً لك أستاذ جون. أكيد أستاذ أكرم الحلبي. أستاذ أكرم بس لو سمحت، نحن مباشرة على الهواء سألنا أستاذ جون، سألنا مع الوزيرة حالة التقشف اليوم اللي عم تعيشها الاتحادات والوزارة اليوم من الآخر، تقشف قدي عم تعمل لك إحباط ولا بتعطيك حماس أكثر؟ لا مش قصة إحباط ولا حماس، في فوتير بدها تندفع ومجبور يكون عندك أموال. نحن كنا موعدين سنة الماضية قبل ما تجي مع الوزيرة بمساعدة من وزارة الشباب والرياضة، وقدمنا الملف على ملف كامل وملف صحيح على وزارة الشباب والرياضة، وديوان المحاسبة مثل ما بتعرف رفضوا لأنه كان في شيء بالموازنة، كان في شيء يعني طاروا المصريات. على كل حال كمان نحن كنا نتكل على مدخول الدورة اللي هن بيمول المنتخب، بيمول الاتحاد كمان نفس الشيء، ما في هلا بالوقت الحاضر في مشكله ماليه كبيره. نحن عم نصرف مثل ما بيقولوا من قرش من قرش الارمله. طلع وزير قد ايه فينا نضيم ما بعرف بس أكيد.